حياكم الله جميعا في الاجتماع مؤشر الأداء التشغيل يوم كانت العدوى RTT2.0. طبعا شكرا تواجدكم واهتمامكم. أخوكم دكتور عبد المجيد المطيري، مشرف التحول الإدارة عامة مكافحة العدوى والمشاركة الصحية. طبعا سعيدين اليوم أن على مستوى مكافحة العدوى بالوصول إلى يعني مراحل متقدمة لله الحمد في من التحول لأقسام مكافحة العدوى. اليوم احنا في مرحلة جديدة وتعتبر من أوائل المراحل على مستوى الوزارة، إطلاق المؤشر الأداء التشغيلي RTT2. سعيدين صراحة أنه بتعاونكم أنتم على مدى السنة الماضية في المشاركة مع زملائنا بالتجمعات الصحية في المساهمة بتسهيل عملية التحول الصحي كمشروع وطني الجميع مؤمن فيه. اليوم وصلنا هالمرحلة اللي هو عندنا مؤشر تشغيلي لمكافحة العدوى نقيس فيه أدائنا جميعاً وأداء البرامج والوصول إلى تقديم رعاية صحية عالية وجودة عالية للمرضى. طبعاً راح يكون أجندة اجتماع اليوم برعاية سعادة المدير العام دكتور خالد عنزي، راح يتكلم عن الدور الإشرافي للمديريات الصحية خلال مرحلة التحول الصحي. راح نتكلم أيضاً عن سير عملية التحول الصحي مكافحة العدوى وأهمية المؤشر. راح يتكلمون زملائنا بترست روباي عن مؤشر الرصد للعدوى المرتبطة بتقديم الرعاية، وزملائنا بفريق الأوت بريك راح يتكلمون عن مؤشر تفشيات العدوى، أيضا مؤشر برامج التقييم، مؤشر التدريب، وراح نعرض بعض النتائج عن مؤشر الربع الأخير للعام 2021. بس البداية تسمحوا لي قبل ما نبدأ نأخذ الزملاء الحضور نتأكد من وجودهم. الزملاء في الرياض، أخوي متعب حاضر أو أستاذ حسين؟ مساء الخير أخوي عبد المجيد، حياك الله حيا الله الجميع. أول الكثير يطال عمرك، نيابة عن أستاذ حسين المتعب لازال في اجتماع تريبل سيز، إن شاء الله نلتحق فينا قريب العاجل. معك أحد من التيم عون؟ موجود الدكتور الشيرين أعتقد، ومشرف البرامج اللي مذكوره في الدعوة. طيب، ألف شكر وعطيك العافية. الزملاء في الحسا، السلام عليكم دكتور عبد المجيد وعلى الزملاء جميعا المتواجدين وعلى الزملاء منسقين البرامج. يعطيك العافيه، الف شكر. زملاء بالقصيم، سلام، حياك الله. دكتور محمد ابراهيم معك، معنا الاخ اجاب والدكتور محمد رئيس. حياك الله ابو سامي، موجودين المنسقين اخوك ابو ديمه وياك. حياك الله ابو ديمه، اهلا وسهلا. الله يبارك. زملاء بالعائل، شكرا بديمة. يا هلا دكتور عبد المجيد، مساء الخير عليك على الدكتور خالد وعلى الزملاء الموجودين، الله يسعدك. حياك الله. الزملاء بالشرقية، منطقة الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بروز. حياك الله دكتور عبد المجيد، الله يحفظك. عليكم وعلى الحضور جميعا موجودين، وتم دعوة الفرق كامل. تمام، الله يعطيكم العافية. حياك. طيب زملاء في المدينة المنورة، هلا دكتور، حياك الله. موجودين، أنا منسق التقييم الشامل، والشباب إن شاء الله يكونوا مفروض دخلوا الحين. طيب تمام، الله يعطيكم العافية. أنا سعيد إنه ضمن زيارات التحول للصحة الوقائية في كل مكافحة عدوى إن اليوم أنا موجود في مكتب أخوي دكتور وسام غفوري صحة مكة، ومعه تيم موجودين. حياك الله دكتور وسام. الله يحييك دكتور. طيب نأخذ من وقتكم وقت اجتماع، نبدأ بأول أجندة اجتماع اليوم. راح يحدثنا دكتور خالد عنزي عن الدور الإشرافي للمديريات الصحية خلال مرحلة التحول الصحي RTT2. تفضل دكتور. يعطيك العافية، شكرا لك أبو سامي، شكرا للجميع حضورهم. فقط للتأكيد، الله يسعدك دكتور عبد المجيد، احنا دعينا أعتقد منطقة الجوف والطائف كمان وحفر الباطن، ما أدري إذا هم معانا ولا كمناطق مقبلة على. عليكم السلام. حياك الله دكتور خالد، معك مريم مالي من الطائف. حياك الله أختي مريم. حياك الله أختي مريم. ما أدري حفر الباطن معنا أحد من الزملاء؟
معك الدكتور أشرف الكيلاني من الزملاء هنا من الجوفة. دكتور خالد حياك الله دكتور أشرف. الله يخليك. أختي أمل موجودة معاكم ولا؟ أنا مش متابع الأسماء، بس إحنا أنا في المكتب عندي أنا والدكتور علي والأستاذ سامي. طيب واضح. حفل الباطن الله يحفظكم موجودين. طيب اوكي ان شاء الله خير باذن الله. حياكم الله جميعا. عموما احنا نفتقد بعض الزملاء حقيقه، كنا نتمنى وجودهم. انا حريص جدا، يعني الاجتماع هذا تقريبا من اسبوع دعيت، ارسلنا دعوه واكدنا على الدعوه وارسلت للخاص للجميع اعتقد. في ذلك يعني المرحله هذه اعتقد انها محتاجه تكامل واضح من الجميع، وابسط امور التكامل هي التواصل حقيقه. احنا نحتاج ان تواصلنا يكون واضح والشانل واضح. احنا ندخل تقريبا على مرحله جديده، ممكن يعني المخاض استمر طويلا موضوع التحول، ونسمع عن التحول من 2017 او 2018، مناطق بدات من بدري ومناطق لسه تبدا، والالاينمنت مو واضح يعني للجميع، ولا المستوى التقدم واضح للجميع. لكن اجزم لكم جميعا يعني، وانا تمنيت ان الكلام يكون يعني الجميع بالذات الليدرز في المناطق يسمعونه، لان اعتقد الاجتماعات مثل هذه من اهم الاجتماعات، لدرجه انا ايد ان الاجتماع مثل هذا اهم من اجتماع تريبل سي رغم ان المرحله حاسمه الان فيما يخص كوفيد. أتمنى المسج هذا يوصل للجميع يعني اللي ما حضروا، وتكون الأمور ما بيقول إحنا يعني رايحين مور أجريسيف، ولكن رايحين بطريقة لازم تكون واضحة للجميع، لابد تكون كلير. وصعب إننا نمشي خطوتين ثلاث وعشرة ونلقى أحد لسه متأخر ورانا، ما راح نرجع حقيقة، راح يتحمل الشخص نفسه مو المنطقة. المنطقة ماشية في التحول. أكد لك موضوع التحول هو ما هو اختياري ولا هو قرار قابل للنقاش، هو قرار دولة وماشين فيه جميعاً. إحنا الآن في ماشين ممكن بهدوء، ولكن في لحظة من اللحظات راح ننطلق، واللي يكون بطيء راح يعني يعتبر نفسه ليت، يعني راح يلقى نفسه بعيد جداً عن منطقة التحول. إحنا الآن أمام خيارين، أمام إما نكسب التحول ونخليه في جانبنا ونستفيد منه ونستخرج منه مستخرجات جيدة وتنفع مكافحة العدوى، أو نرجع نناقش موضوع ما هو واضح، ما إحنا عارفين إيش نسوي. يعني المبررات كثيرة اللي يحاول أنه يجدها، فعلا في صعوبات كثيرة نواجهها بشكل يومي تقريبا، ولكن الآن الحين إحنا كمكافحة عدوى من 2018 تقريبا بدأنا، والآن إحنا نقدر نضمن أننا حطينا رجلينا تقريبا على الطريق الصحيح. الحمد لله الخطوات اللي أخذناها إحنا كإدارة الآن تقريبا تعتبر جيدة جدا، ما بقول مثالية، ولكن في إدارات كثيرة على مستوى الوكالة أو على مستوى الإدارات الأخرى خارج الوكالة يحاولون أنهم يقتدون فيها. صعب جدا أننا إحنا الآن كمديريات وكوزارة نكون عقبة أمام نجاحنا اللي إحنا بدأنا نمشي فيه حقيقة. أنا ما راح أطيل، يمكن الدكتور عبد المجيد راح يأخذ بعض النقاط في موضوع التحول، ولكن حاب أكد لكم نقطة واحدة. أنا يعني كذا اجتماع على أعلى مستويات الوزارة، دائما لما يتكلمون عن الموج 2 وارج دي 2.0 هي يعتبرون الوكالة والآسف يعتبرون الوزارة والمديريات كيان واحد. فلذلك خلونا الآن نتكلم إحنا في مرحلة جديدة، إحنا كإدارات مكافحة عدوى في المناطق هي جزء من الإدارة العامة لمكافحة العدوى من ناحية حتى المهام. فلذلك إحنا لابد نرتقي شوي من موضوع الأمور التنفيذية والتفاصيل الدقيقة اللي كنا نتدخل فيها على مستوى المستشفيات. إحنا الآن نتطلع إلى مؤشرات، نتطلع إلى أشياء تعكس فعلاً مكافحة العدوى. بذرة المؤشر هذا هو الدور اللي راح تقوم فيه المديريات في المستقبل. فهمكم للمؤشر هذا والمرحلة هذه هو أساس نجاح الإدارة ونجاحكم أنتم كإدارات في المديريات. إحنا الآن راح ننطلق كمؤشر نقيس فيه مستوى مكافحة العدوى الفعلي، لازم نركز على كلمة الفعلي هذه، في المستشفيات التابعة للتجمعات. ما نتكلم عن المستشفيات التابعة للمديريات، لأن كنا نعاني على مستوى سنوات سابقة بموضوع دقة البيانات وجدية البيانات، دائما كانت تنظر لها كمؤشرات لازم نكون أخضر كمنطقة. الآن احنا نتكلم عن المستشفيات التابعة للتجمعات كقطاع مستقل تماما، ما بقول احنا ما نتعاطف معه، بس بنقول لازم نعكسه بواقعية في المستقبل، نشوف فعلا أثره، لأن هذه راح يترتب عليها أشياء كثيرة. مجلس الضمان الصحي يبغى مؤشرات واضحة عشان موضوع الدفع وموضوع التأمين، الوزارة تحتاج مؤشرات دقيقة جدا عشان موضوع
الرقابة الإشرافية في على التجمعات والمستشفيات، بالإضافة إلى التجمعات نفسها تحتاج الأرقام الدقيقة هذه عشان تعكس أداء الفعلي وليس أداءها اللي إحنا فقط نعكس فيه. إحنا عندنا مجموعة برامج، مجموعة مؤشرات واضحة، كنا الفترة قريبة ما نقدر نعرضها صراحة لأنه أحيانا دائما تكون الأرقام غير دقيقة. الآن إحنا ما في أي مبرر يمنع أن الأرقام تكون دقيقة وواضحة للجميع فيما يخص المديريات ودور المديريات بدقة البيانات هذه والبحث عن المعلومة والرقم الدقيق اللي ينعكس فعليا على المؤشر نفسه. فلذلك الآن الزملاء تقريبا راح يمرون على المؤشرات، فهمكم لها جدا مهم لأنكم أنتم اللي راح تتكلمون فيها في المنطقة، أنتم اللي راح تدافعون عن المؤشر هذا ودقته في المنطقة. إحنا دورنا فقط راح نكون as facilitator لكم أن نعكس المؤشر هذا على ما ينعكس في الفيارو راح تأخذ الأعلى ليفل في الوزارة وخارج الوزارة. نتكلم عن مجلس الضمان الصحي، مجلس الصحي السعودي، أشياء كثيرة، الفاب اللي هي الجهة اللي راح تدفع المبالغ هذه للتجمعات in future. فلذلك هذه تجربة أقول لكم إياها بكل صدق، إحنا ما راح نسمح أنها تفشل. فلذلك أنتم العامل الأساسي في نجاحها، راح نتعاون معاكم، راح نواجه تحديات سوا، راح ننجح إن شاء الله سوا بإذن الله في المستقبل. يعني يهمني جدا نطلع من الدور التشغيلي للمديريات، نركز على الدور الإشرافي، جميع المهام، أكد جميع المهام لجميع المنسقين. وأنا تمنيت أن جميع المشرفين اللي طلبناهم في الإيميل أنهم يكونوا حاضرين عشان يسمعون الكلام هذا، جميع المهام هذه واضحة وكلير إنف، ما بقول 100% أن نقدر نشتغل فيها. موجودة ديكومنتس، ما أتكلم عن الوثيقة الأساسية، ولكن في ديكومنتس تفصيلية موجودة في الموقع، موجودة عن الزملاء الآن في الإدارة، متى ما طلبتوا راح تكونوا موجودة، متى ما طلبتوا توضيح اطلبوا ووركشوب، اطلبوا زيارات، اطلبوا تواصل مباشر، أبشروا. في الأخير إحنا نقول ونأكد أن الموضوع متاح لنا كمكافحة عدوى. جميع الأمور الفنية كمكافحة عدوى هي باقية في المديرية من ناحية إشرافية، فلذلك ما في أي إدارة ثانية راح تقوم بدور مكافحة العدوى، هي إدارة فنية بحتة، لابد أنها تبقى ومستمرة في المديريات ودورها كبير جدا، وراح ينعكس وتشوفون المؤشر هذا ودقته فيما يخص حتى أثره على التجمعات في المستقبل. أرجع أكد لكم النقطة هذه، أبوابنا مفتوحة، عمرنا ما قفلنا الأبواب لأي معلومة لأي شيء. الآن الدور الأكبر راح يكون في المستقبل على المديريات فيما يخص المهام الإشرافية، إحنا راح نكون مراقبين من بعيد وراح نتأكد أن الأمور ماشية في المسار الصحيح. أرجع وأكد لكم موضوع التحول موضوع حساس جدا، موضوع وطني، ما في مجال أن نتراجع فيه، ولابد أن نقطف ثماره ونستفيد منه إحنا كمكافحة عدوى. أتمنى الجميع أنهم يكونوا داعمين لنا، ونأكد لكم أننا إحنا داعمين لكم وداعمين مكافحة عدوى في المناطق وطول عمرنا داعمين لها، ولكن نحتاج الآن موضوع ننظر له بمنظار مختلف تماما، أن موضوع التحول غير بالموضوع السابق، موضوع دقة البيانات، موضوع المهام الإشرافية بعيدا عن بعض المهام التفصيلية التشغيلية. يهمنا جدا نقطة ما تفوتني، أن علاقتنا في التجمعات شيء أساسي، إخواننا في التجمعات هم زملائنا سابقا وزملائنا حاليا، وإحنا داعمين لهم. يهمنا جدا نجاح التجمعات كمكافحة عدوى، إحنا ما هي عين رقيبة أو عشان ترصد المخالفات وتعاقب، قد ما أننا نحاول ندعمهم بإذن الله، وإحنا قد يعني الدعم هذا بإذن الله في المستقبل. أرجع وأكد لكم علاقتكم في التجمعات مهمة جدا، نتمنى أنها تكون سموثلي. إحنا حريصين جدا في المؤشرات البروسس التحول أنها تكون اجتماعكم معاهم وتواصلكم معهم شيء أساسي يعطينا مستوى نجاحكم في التحول. فقط أؤكد لكم في الأخير التحول ما هو خيار، وإحنا داعمين لكم ونتمنى بإذن الله ننجح سوا. يعطيكم العافية وشكرا لكم. دكتور عبد المجيد مايك عندك. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. ننتقل الآن إلى سير عملية التحول الصحي في مكافحة العدوى. طبعا في مكافحة العدوى لله الحمد للشهر الماضي كان كل تجمع صحي يوجد لديه ممثل، يمكن لدينا بعض التحديات حاليا الآن في حائل، لكن إن شاء الله أنه بالتعاون مع الزملاء بالVRO يعني بالطريق إلى حلها. وثيقة توزيع المهام جميع التجمعات على علم فيها، أيضا الVRO عنده معرفة فيها وتعتبر معتمدة من هاي الثرتي بالوزارة ولله الحمد. بس نبي نتكلم عن إيش التوصيات اللي إحنا نشوفها من خلال التواصل مع معظم المناطق اللي فيها تجمعات صحية، ويمكن بعض التحديات اللي واجهتنا في أداء المهام وتختلف منطقة لمنطقة.
يمكن في نقطة اللي هي الاجتماعات الشهرية اللي المفترض أنها تقام شهرية ما بين مديرية التجمع. أحياناً بعض المحاضر اللي توصلنا للأسف يعني كأنها أداة واجب الشيء required من الوزارة ما يحتوي على مناقشة فعلية للمؤشرات الدورية وأداء المهام. لذلك مهم الاجتماعات الشهرية قبل ما تكون هي متطلب نطلبه في المؤشر للوزارة قد ما يكون أنه يعني طريقة مثلى للتواصل الفعال ما بين مديرية التجمع ومناقشة فعلية وكل شفافية لأداء الجميع، يعني سواء الملاحظات اللي يراها التجمع على بعض الأخطاء اللي تصير مثلا بعض المديريات والعكس أيضا من المديرية في مناقشة مؤشرات تجمع أداء. أيضا رفع مستوى الوعي المفهوم الإشراف واختلاف أداء المهام خلال مرحلة التحول الصحي من سبيل المديريات. نلاحظ عند الزملاء ما نتكلم عن الليدر، صراحة بعض الزملاء اللي هم التاتش البرامج أحيانا مو فاهمين إيش دورهم الإشرافي، هتلاقي مثلا مسؤول برنامج في منطقة ما يعني مو قاعد يدي دور والمهمة كلها موجودة طبعا كجزء تشغيلي عند المدير عند التجمع، لكن هو ما يدي دوره من ناحية مراقبة جودة البيانات، من ناحية دعم التجمع في حال الحاجة. لذلك بعض الزملاء مو عارف يعني ايش 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 معنى اشراف، متوقع ان الاشراف انه يعني جزء سهل، بالعكس هو من اهم الاشياء اللي تقوم عليهم كافة العدوى. ايضا اختلاف اداء المهام خلال مرحلة التحول، لازم يعرفون بعض الزملاء انه يعني احنا خلال سنة كاملة الان نقول يعني نضج التحول مكافة العدوى، مفترض ان نعرف انه الشكل الجديد لمكافة العدوى بالمديريات لازم صراحة نرفع مستوى الوعي فيه عن طريق حتى لو احتجتوا دعم من فريق التحول بالوزارة ممكن نلقي محاضرات أو حتى من قبل مدراء مكافة العدوى بالمديريات يرفعون مستوى الوعي في الشكل الجديد للمديرية لمكافة العدوى خلال مرحلة التحول الصحي RSD2. هذه جدا مهمة. بعض المديريات للأسف يعني في ظاهرها أنه هي متحولة، لكن لما نجي نخش في تفاصيل المهام ما نجد أي اختلاف. يعني الكثير حتى كان يقول والله إحنا والتجمع هو المكتب اللي جنبي، ما يخالف بس المهام مختلفة. لذلك هذه جدا مهمة أن نتابعها ونحاول أننا نحسن منها خلال المرحلة القادمة. تقوية وسيلة التواصل بين جميع إدارة مكافحة العدوى وفريق التحول بإدارة مكافحة العدوى والمنشآت الصحية مهم جدا. بعض السياسات اللي تصدر من بعض المديريات يجب فيها الرجوع إلى مكافحة العدوى فريق التحول ليتم اعتمادها وحتى يعني الدعم فيها. الموضوع أن احنا جاهزين لتوضيح بعض الأمور اللي ودنا نصير ما هي يعني سبيسيفيك المنطقة أو منطقة ثانية، قد ما نحاول نوحد سير التحول لكل المناطق. لذلك جدا مهم أن ونسعد بتواصلكم معنا في حال الحاجة، وما يصدر أي شيء من أي منطقة فيما يخص مكافحة العدوى إلا بعد الرجوع للجهة التنظيمية بالوزارة. أيضا تعزيز جوانب الدعم الفني لأقسام مكافحة العدوى بالتجمعات الصحية جدا مهم، هم زملائنا زي ما ذكر الدكتور خالد. تقديم الدعم الفني لهم والاستشاري حتى لو لقينا بعض الصعوبات، حتى لقون بعض الصعوبات ممكن بعض التجمعات ما يفتحون الأبواب لبعض الزملاء، هذه أشياء شخصية مفترض أن احنا يعني نفكر يعني شيء يخدم البلد، ما نهتم الأشياء هذه. نحاول نتعاطى دبلوماسية عالية مع بعض هالأمور، في حال وجدناها عائق أتمنى منكم تصعيدها سواء لنا ويتم عن طريقنا تصعيدها للقيادات سواء بالتجمعات أو المديريات أو حتى البيارة. يمكن هذه أبرز التوصيات اللي شفناها خلال المرحلة الماضية. هنجي نتكلم عن المؤشر اللي احنا اليوم نتكلم عنه اللي مؤشر الأداء التشغيلي لمكافة العدوى RSD2. إيش الهدف منه؟ هذا مؤشر الأمانة قبل ما أبدأ فيه احنا متحمسين كثير له، وتوقع أنتم إذا وضحت لكم الفكرة، والراهن بإذن الله أنه هو يعني قايد مرة مهم لنا خلال مرحلة التحول وخلال تقديم الرعاية الصحية. ما يخفى عليكم أن مكافة العدوى جزء كبير وأساسي ومهم من جودة تقديم الرعاية الصحية. لذلك هذا المؤشر يقيس تطبيق إجراءات مكافحة العدوى
أثناء تقديم الرعاية الصحية للمستشفيات خلال مرحلة تحول RSV2 تكراره ربع سنوي، يتكون من مؤشرات عدة. طبعا هو مؤشر واحد حيطلع نسبة واحدة، لكن خلف هالنسبة في أشياء كثير اللي هي مكونات له. النقطة الأولى اللي هو مؤشر السيرفيلنس ترسدروباي لعدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية في وحدات عناية مركزة. المؤشر الثاني هو التزام بالتبليغ عن تفشيات الوبائية. الثالث هو معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. والرابع هو معدل التزام المنشآت الصحية بجودة التدريب على أساسيات مكافحة العدوى. يمكن تلاحظون احنا حنطلع مؤشر واحد وينقسم تحته طبعا عدة مؤشرات، وحاولنا ان نلم ابرز الاشياء اللي تخص مكافحة العدوى او حتى تمس تقديم الرعاية الصحية. حنتكلم عنها، حيتكلموا عنها الزملاء بالتفصيل. لكن المؤشر هذا قبل ما يطلع، قبل ما نتكلم مثلا نقول والله مؤشر مكة المكرمة مثلا 60-70، قبل ما يتم نشر هذا المؤشر يتم عملية تحقق له عشان نكون يعني بإذن الله أن نراهن نقول الله المؤشر فعلا إذا ما كان هو صحيح 100% هو يعني قريب من الواقعية بشكل كبير، نطمح للشيء هذا. يتم التحقق من جودته بشكل ربع سنوي عن طريق الإدارة عام مكافحة العدوى والمنشآت الصحية ومشاركة المؤشر. طبعا في إطار المسؤوليات المناطة علينا بالإدارة يتم مشاركة هذا المؤشر مع المديريات والفي ار او ايضا تجمعات صحية. الهدف منه ان احنا نرفع مستوى تقديم الرعاية وتطبيق اجراءات مكافحة العدوى. تحسينه نعم يخضع المؤشر هذا للتحسين والتعديل على مكوناته وطريقة حساباته بناء على ما يستحدث من توصيات. اللي بنوصله زي ما انتم كنتم معنا في مؤشر قياس او سير عملية تحول صحي اللي هو يقيس البروسيس بيختلف عن هذا المؤشر. لاحظتوا ان احنا يعني الى الان وصلنا الى ثلاث مراحل من تغيير المؤشر اللي قاعد ينزل لسير عملية التحول. اللي بنوصله انه ما في شيء مؤشر احنا نقول الله هذا مؤشر وصلنا لمرحله الرضا 100%. لا، احنا كل مرحله يعني وكل شهر حنلاقي على نفسنا بعض الاشياء نبدا نحسنها. ما نوقف نقول والله لا عندنا تحديات ما حنبدا، لا بالعكس نبدا باللي عندنا، وبالنهايه كل مرحله نوصل لها نحاول نراجع نفسنا فيها، هل المؤشر هذا صحيح؟ هل يحتاج تحسين؟ وانتم جزء من يعني العين اللي احنا نرى فيها. لما ينزل هذا المؤشر احنا ما نستغني عن الفيدباك حقكم، وجهة نظركم، شيء ترون انه والله لا لو عملنا كذا ممكن يكون افضل. لذلك تحسين مؤشر وصلنا الى زملاء بالفي ار او الى نقطه انه هذا المؤشر مو فاينل، واحنا متى ما لقينا في الرغبه في زياده مكونات في حذف مكونات او حتى في تحسينه احنا جاهزين. راح نبدا بس يعني نشرح لكم اول المكونات لهذا المؤشر اللي هو اهم من اهم مكوناته اللي هو مؤشر ترصد الوبائي لعدوى الدم، او هو وزنه الكلي هو 35%. راح يتفضل اخونا دكتور فيصل وزملاء فريق ترصد الوبائي لشرح هذا المؤشر. تفضل فيصل. السلام عليكم، حياكم الله جميعا اخواني ومدراء مكافحة العدوى بالمناطق والزملاء مشرفين البرامج بالمديريات. طبعا راح نتكلم عن مؤشر الترصد الوبائي للعدوى الدم المرتبطه بالقسطره الوريديه المركزيه في وحدات العنايه المركزه اللي هو كلابسي. وزن المؤشر راح يكون 35%، تقريبا ثلث المؤشر او اعلى بقليل. طبعا معدل هو يهدف المؤشر قياس معدل العدوى المرتبطه بتركيب الجهاز القسطره الوريديه المركزيه في العنايه المركزه للبالغين ومقارنته بالمعدلات الوطنيه والمعدلات العالميه حسب التعريف المعتمد من السي دي سي والام او اتش. طبعا وزن المؤشر العدوى راح يكون 70%، وراح يكون 30% لمعدل جوده البيانات. ال 70% راح تكون طريقة حسابها راح تكون بناء على معدل العدوى الكلابسي في العنايات المركزة للبالغين لكل 1000. طبعا إذا كان المعدل من 0 إلى 0.9 راح يكون 100%. 0.9 هي المعدل العالمي. إذا كان أكثر من 9.9 إلى 2.5 راح يكون 80%.
هذا راح يكون من ضمن المعدل الوطني، فيكون يحصل على 80%. إذا كان أكثر من 2.5% إلى 5 راح يكون يحصل على 40% في المعدل الكلي. إذا كان أكثر من 5 راح يحصل على 0 في المؤشر العدوى المرتبطة بالجهاز القسطرة. يجي عندنا اللي هو اللي طبعاً المؤشر هو يحتوي على 100%، 70% منها مرتبطة بالمعدل العدوى و 30% على معدل جودة البيانات. طبعاً عندنا هو مؤشر شهري يصدر من عند قسم برنامج تراست روباي، اللي هو أداة المستقية جودة البيانات ومقارنتها ما بين الإدخال اليدوي والإدخال الإلكتروني في برنامج حصن، بحيث أنه لا يتجاوز الفرق 5%. طبعاً المعدل هو نسبة الالتزام، بناء على نسبة الالتزام راح يحصل على المعدل. طبعاً إحنا يعني دورنا كمشرفين برامج في المديريات راح يعني مهم جداً خلال الفترة القادمة التأكد من إدخال جميع الحالات العدوى المسجلة في المستشفيات من خلال برنامج حصن، خلال جولات رقابية بشكل دوري، أنه نتأكد من جودة إدخال البيانات في حصن ومطابقتها في البيانات الموجودة في المستشفيات، وأي مديرية تحتاج للدعم من قبل الفريق فإحنا تحت أمركم، ويجب تقوية فرقة رصد الوبائي في المديريات خلال الفترة القادمة، خاصة خلال مرحلة التحول، وإحنا جاهزين لأي دعم مطلوب من أي مديرية. فهذا نبذة عن مؤشر البرنامج الترصد الوبائي، يعطيكم ألف عافية. إذا أي حد عنده أي استفسار. يعطيك العافية دكتور فيصل، يمكن ديسكشن آخر للاجتماع بإذن الله. شكرا لك. المؤشر الثاني اللي هو مؤشر التزام للتبليغ عن تفشيات عدوى الميكروبات المقاومة ضد الحيوية، ويشرح لنا زملائنا دكتور ناصر فريق تفشيات وبائية، تفضل. يعطيك العافية أبو سامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. طبعا مؤشر التزام عن الاوت بريك هو من المؤشر الكلي يعتبر 35%. احنا المكونات المؤشر الاوت بريك هو عباره عن ثلاث مكونات، اولا عدد البلاغات خلال سنه 2021، والبلاغات المبكره تاتي ثانيا هي نسبه التبليغ الصحي للمنشات الصحيه، وآخر مكون اللي هو نسبة عينات الإيجابية في المنشآت الصحية داخل التجمع. بالنسبة لنسبة تبليغ المنشآت الصحية، هو يهدف المؤشر لقياس عدد البلاغات عن تفشيات وبائية من المنشآت الصحية، وأيضا يهدف إلى قياس قدرة المنشأة الصحية على تشخيص التفشيات المرتبطة بالرعاية الصحية. طبعا حساب المؤشر هو بلاغ واحد في السنة يعتبر 100%. أيضا نسبة التبليغ الصحيح عن التفشيات الوبائية حسب الأدلة العلمية الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، إحنا موزعين أو مسوين كلاسيفيكيشن واضح لجميع الأوت بريكس، هي تبدأ من C ثم من B وترتفع إلى كلاس A. فالكشف المبكر عن التفشي الوبائي في مرحلة الأولى اللي هي كلاس C هو يهدف إلى التقليل والسيطرة ومعرفة التفشي الوبائي من بدايته، وهذا بالأكيد بالتأكيد يرتبط ويعكس بشكل مباشر على عدم انتشار العدوى داخل المنشأة الصحية، فبيكون هذا المكون الثاني. المكون الثالث هو مؤشر لحساب العينات الإيجابية داخل المنشآت الصحية بوحدات العناية المركزة، وهو يعطي إشارة مباشرة لإمكانية وجود تفشي وبائي لم يتم الإبلاغ عنه، وهو عبارة عن تعاون مباشر بين الإدارة العامة لمكافأة العدوى والإدارة العامة لعمليات المختبرات في ديوان الوزارة. طبعا حساب المؤشر يكون 20 عينة إيجابية من نوع ميكروب واحد يعتبر الصفر، إلا إذا حصل تفسير واضح وتفسير واضح للعينات الإيجابية. طبعا الهدف الرئيسي من حساب المؤشر الكامل للتفشيات الوبائية هو حث المنشآت الصحية على التبليغ لأي أوت بريك يحصل في المنشأة الصحية، وتغيير المفهوم السائد وهو أن الإبلاغ يعني ضعف المنشأة، والصحيح هو غير ذلك تماما، فالمنشأة الصحية القادرة على كشف التفشي والإبلاغ عنه
هي قادرة بإذن الله على مواجهة التفشي والحد منه. طبعا جميع ما ذكر هو موجود في السياسات والأدلة الإرشادية الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وفي حال الاستفسار مثل ما تفضل الدكتور خالد وأبو سامي أبد إحنا موجودين وجوالاتنا موجودة، وإذا برضو تبون يتواصلون المنسقين في أي وقت أبد حياكم الله ويعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور ناصر. بس قبل ما ننتقل لمؤشر معدل توفير وزارة مكافحة العدوى، الزملاء في جدة، في أحد معنا من جدة؟ طيب المؤشر اللي بعده هو معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. الزملاء فريق التقييم، براء تفضلي. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. بخصوص برامج التقييم، راح أوضح البرامج اللي تندرج تحتها النسبة اللي اخترناها اللي هي 20%، اللي هي الوزن المؤشر الكلي، 20% من المؤشر الكلي اللي تم الاتفاق عليه. 20% هذه راح تنفصل، يعني راح تنقسم إلى قسمين. اخترنا إحنا برنامجين، البرنامجين هذه تخدم بصورة مباشرة المريض وسلامة المريض. الأول كان منها اللي هو نسبة التزام المنشآت الصحية بمعايير مكافحة العدوى. هذه النسبة اللي راح نختارها 70% راح تكون على المنشآت اللي راح تتقيم. طبعاً إحنا نعرف إنها هي ربع سنوي أصلاً، المؤشر اللي يظهر على شكل ربع سنوي، فبيكون تقييم المنشآت من المقيمين المعتمدين من معتمدين من الإدارة العامة لمكافحة العدوى اللي تم إصدار الرخص لهم. هذا الأول يكون اللي هو الآيكا. النسبة الثانية اللي هو نسبة التزام المنشآت الصحية بتطهير الأيدي. تطهير الأيدي إحنا نعرف إنه أصلاً تقييم شهري خلال الثلاث شهور، كل كوارتر يعني راح يكون هناك معادلة محسوبة على إنه يأخذ الأفريج لثلاث شهور كاملة، ولكن النسبة 30% من 20% اللي راح تدرج. نسبة الالتزام فيها راح يكون لها تقسيم معين، التقسيم اللي هو 70%، يعني إذا كان 70 وأعلى من 70 راح تعتبر 100%، أما إذا كانت 70 إلى 60 راح تعتبر 70%، إذا بين 60 وال 50 راح تعتبر 50%، وأقل من 50% راح يكون معدلها الصفر. راح نحرص على بس نوصي أو نحرص على أن يكون تقييم المنشآت كاملة للبرنامج الهاند هيجين عشان تعطينا النسبة الصحيحة والمدروسة، وتكون نسبة الالتزام لتطهير الأيدي نسبها صحيحة. هذا كل اللي عندنا دكتور. يعطيك العافية براء، شكرا لك. الجزء الثاني أو الأخير من المؤشر، معدل التزام المنشآت الصحية بجودة التدريب الأساسيات مكافحة العدوى، الدكتورة حنان زملاء في التقييم تفضلوا. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بالنسبة للمؤشر عندنا الخاص به اللي هو قياس جودة تدريب برنامج رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى برنامج بيكسل، يعتمد المؤشر عندنا على قياس جودة التدريب في المنشآت الصحية التابعة للتجمع. نطلب من كل منسق للبرنامج بالمدريات إنهم عمل جدول زمني للتقييم المدربين بالمنشآت الصحية التابعة للتجمع ورفعه بصفة مستمرة على جوجل شيت، هيتم تزويتهم بإن شاء الله. بالنسبة للوزن الخاص بالمؤشر ده 100% يتم حسابه عن طريق نسبة الالتزام اللي احنا اعتمدناها للبرنامج اللي هي 85%، ده المعدل اللي هو المسموح به لتجاوز جودة التدريب البرنامج. حساب المؤشر، أنا عندي مؤشر واحد بس في جودة التدريب، هحسبه أنا عندي 100% هتحسب منه النسبة، إذا كان التقييم مثلاً 90% فهيبقى المؤشر ده بيمثل 9% في المؤشر العام. مصدر البيانات عندنا اللي هو الإكسل شيت اللي هو نموذج التقييم المعتمد لجودة برنامج بيكسل. ممكن بعد كده في تفصيل أو كده هيتم مشاركته أو مناقشته مع المنسقين البرنامج بالمديريات بإذن الله. تفضل دكتورة عبد المجيد، أنا شو تخلصت. شكرا دكتورة حنان، الله يعطيك العافية. تعقيب قبل ما نبدأ الديسكشن؟ تسمح لي دكتورة عبد المجيد؟
صوتي واضح؟ أوكي. مثل ما وضح يعني الزملاء الآن، أرجع أكد عليه أن نقطة الشراكة اللي راح تكون بين الإدارة والمديريات يعني هي مؤشر راح يعكس يعني المسؤولية مشتركة بين الإدارة والمديريات. مهم جدا جدا موضوع دقة البيانات بالذات في المؤشرات اللي هي تحت إشراف المباشر من المديريات. موضوع الأوديت بالذات الآيكا يعني راح يكون له دور كبير في الموضوع هذا، ومع الوقت احنا نأمل أن يكون تاخذ مساحة أكبر من النسبة الإجمالية. ولكن إلى اللحظة هذه رغم أننا بدأنا فيه تقريبا من 2017-2018 احنا نعاني جدا من دقة البيانات، من جودة التقييم، من هو دور أصيل للمديرية الآن بالذات بعد ما الاستقلال التام عن موضوع الدور التشغيلي لهم. أتمنى من الزملاء اليوم كنا نراجع بعض البيانات من بعض المناطق، النسب العالية يعني تعطينا انطباع جدا جدا واضح أن الأمور ما هي بالجدية اللازمة. إحنا الآن في مرحلة أننا نضطر أننا ندقق، نرجع نتصل على نفس المستشفيات، نرجع نتواصل، نرجع نزور. الدبل وورك هذا إحنا أولى فيه أن نشتغل على تجويد البروسس نفسه أحسن ما نعيد البروسس كاملة. أتمنى من الجميع اللي يسمعون الآن موضوع الهاي بيرسنتج هذه أبدا ما هي منطقية ولا تمشي مع الريت الخاص في الهيلث أكوايرد إنفكشن اللي يوصلنا من نفس المستشفيات. فلذلك جميع المؤشرات اللي متعلقة مباشرة بالقياس من المديرية أتمنى نأخذها بجدية أكبر. الآن موضوع الأوديت بالإضافة إلى موضوع البيكسل، أتمنى هذا يعني أنا أعمل أن اللي يسمعون الآن هم أفضل من الموجودين يعني على مستوى المملكة فيما يخص الانفكشن كنترول. فلذلك أتمنى من الجميع أخذ الموضوع بجدية كاملة. أنا تمنيت ولي عتب كبير على الزملاء اللي ما حضروا، أيا كان المبرر صراحة أنا لي عتب كبير، وإحنا أنا راح أتواصل معهم شخصيا من بعض المناطق. فلذلك أتمنى من الجميع يأخذ الموضوع بالجدية الكاملة. البرزنتيشن هذا ممكن تشوفون الآن، ممكن نشارك معاكم لاحقا، أتمنى أن نقرأ كل كلمة فيه، الجميع يكون فاهم التفاصيل فيها. إذا عندك أي تحدي يا ليت تتواصل معنا. أنا أرجع وأكد لك ما هو الوضع المثالي أو ما هو المؤشر المثالي الآن، ولكن إحنا بوجودكم وبجديتكم راح يكون يتحسن إن شاء الله في المستقبل، ونوصل الوضع فعلا أفضل من كذا بكثير. بالإضافة إلى أن إحنا قاعد نطور السيستم سواء الإلكترونيك سيستم ولا بروسس نفسها، إذا ما كنتوا أنتم معانا وعون لنا في الموضوع هذا كله إحنا ما راح نقدر ننجح. أكد عليكم أنه الموضوع جدي جدا، وإحنا منطلقين سنة 2022 دور تحولي كامل بالذات في المناطق اللي فيها تحول. راح نتابع عملية سير التحول وتوزيع المهام بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة في التجمع، وفي المستقبل المؤشرات الخاصة في المديرية نفسها من ناحية أدوارها. أتمنى من الجميع، أرجع وأكد لكم، أتمنى من الجميع يأخذون التحول كمنظور مستقبلي لازم من الآن نشتغل عليه. والمؤشرات هذه فقط هي بداية، مساعدتكم إن شاء الله راح ننجح فيها. الآن المجال أعتقد يمكن الدكتور عبد المجيد متاح للجميع، إذا عنده أي نقاط حاب يطرحها أو يستفسر عنها فيما يخص المؤشر، الله يعافيكم، فيما يخص المؤشر، أو أنكم اللي عنده أي تحديات كمان إحنا أبوابنا مفتوحة، أرجع أكد مفتوحة، تبون نزوركم تزورونا حياكم الله، تبون ووركشوب، تبون اجتماعات خاصة فيكم، تبون تواصل مباشر حياكم الله. وإحنا بالعكس نرحب، وبالعكس تزيد ثقتنا بأي شخص يعني يطرق أبوابنا ويجينا أو إنه يفتح معنا أي تحديات يواجهها. يعطيكم العافية، ممكن المايك الآن عند دكتور عبد المجيد. لك العافية دكتور. طيب الزملاء إذا أحد عنده أي استفسار، موجودين عندكم مشرفين برامج المسؤولين عن المؤشرات هذه وحتى فريق التحول، أي سؤال أو استفسار فيما يخص المؤشر إحنا جاهزين. السلام عليكم. السلام، حياك الله. حياكم الله، الله يقويكم إن شاء الله وبارك الله فيكم. شكرا لكم على برزنتيشن رائع، والمؤشرات إن شاء الله اللي بإذن الله إن شاء الله سنسعى جميعا وبدعمكم إن شاء الله للوصول للهدف المناط في ذلك إن شاء الله. طبعا تعرفوا لا زال التحول هاجس، وإن شاء الله بدعمكم بتوجيهاتكم نعمل بذلك. لا بس عندي استفسار دكتور مجيد لهند، بالنسبة للمؤشر اللي هو اللي قادم قبل فترة، احنا في سبتمبر جانا مؤشر من مكتب الفي ار او يتكلم عن نسبة الالتزام المنشآت الصحية بمعدل 80 يكون ربع سنوي.
المؤشر ذا طبعا ناقشنا في مناقشه وسبق انه تناقشت وياك انه اعطوا نسبه معينه، هذا ما ادري هذا نستمر فيها. لازمنا الان احنا نرفع نسبه الانجاز في الانفكشن كنترول للربع السنوي نرسله لهم اساسا عن طريق مخرجات الرعايه. هل المؤشر ذا لا زال موجود؟ هل يتعارض مع المؤشرات هذه؟ هل الى اخر النقطه. طبعا هذا هم مكتب تحقيق الرؤيه الزملاء هناك، فجو عرض المؤشر بمسمى مؤشر اللي هو الخدمه الصحيه، بحيث انك تشوف نسبه التزام المنشآت الصحيه على تكون انه من 80 فما فوق. فطبعا احنا يعني ناقشت في هذا الموضوع سابقا انه هذا ما ادري على اي اساس قسطه ربع سنوي، على اي اساس احنا عندنا زيارات نصفيه من هالقبيل يعني. فما ادري هل هذا متداخل مع ذاك او لا. وديما بس اذا في احد من الزملاء في المناطق عنده مؤشر بعد زي اللي قاله اخوي فيصل قاعد يرسل الفي ار او الان شبيه بالمؤشر هذا اللي قال عنه ابو ديما، ولا فقط القصيم؟ الزملاء في الرياض والحسا المناطق اللي فيها تجمعات عندكم دكتور اسام؟ طيب ابو ديما هذا لا يوجد دكتور، هاي لا يوجد فقط القصيم. لكن احنا وصلنا ابو ديما واضح انه مو مطلوب من كل المناطق، لكن وصلنا الان الى يعني تفاهم مع الزملاء بالفي ار او ان هذا هو المؤشر الان اللي يقيس الاداء التشغيلي وتقديم الرعايه الصحيه، فهذا هو اللي بيكون المؤشر الوحيد. ووضحنا لهم انه اي مؤشرات فيما تخص مكافحه العدوى يجب ان يتم التواصل عن طريق الوزاره لانه يصير لها فاليديشن معين، فما ودنا ان تكون الداتا يعني من كذا مكان ومختلفه. فهذا نتكلم مؤشرات مكافحه العدوى هي مؤشرات وطنيه، فلازم تكون فعلا لما يطلع رقم عن مكافحه العدوى على المستوى الوطني احنا واثقين من الرقم هذا ومن جهه واحده ويحق لاي جهه الرجوع له. لذلك ابو ديما ابدا انا تواصلت معهم بخصوص النقطه هذه، خلاص يعتبر هذا هو المؤشر. ممتاز خلاص كذا ان شاء الله ما دام المؤشرات هذه انا شفتها حتى نفس القالب، خلاص جزاكم الله خير بان كذا راح تصلهم ويصير في نقاش ويكون في علم في ذلك. طبعا هذا المؤشر سبق انه هم يعني حتى الزملاء في الفيارة قالوا احنا ودنا نشوف تجربتكم في ذلك واعطونا انطباعكم، يعني بيشوفون يقولون انطلقوا يعني اعطونا مؤشرات في ذلك في هذا النقطه. فيبدأ يمكن بروبوزل القصيم في هذا الموضوع مو مشكله ابد، لكن اي منطقه يصير فيها طلب من اي جهه اخرى يعني حتى لو ما كان الفيارة من اي جهه ثانيه فيما يخص مؤشرات مكافحه العدوى يا ليت يرجع لنا بس يبلغنا بس ونحاول نساعده باي طريقه. شكرا لك ابو ديما. بارك الله فيك. في استفسار ثاني اخوان؟ دكتور عبد المجيد تسمح لي؟ هلا ابو خالد هلا تفضل. حياك الله. طبعا بعد انطلاق ان شاء الله المؤشرات هذه في 2022 اعتقد انه تعرف انه اكبر التحديات الموجوده عندنا في حايل عدم وجود مدير اداره في التجمع الصحي، وهذا الحقيقه عائق كبير يعني في تنفيذ اغلب البرامج من ناحيه التنفيذيه والتشغيليه، ايضا راح يكون عائق ايضا في الملاحظات الموجوده على المؤشرات المذكوره. فاتمنى اذا كان في امكانيه رفع الى مكتب البير او بالوزاره وحطتهم بذلك. هلا ابو خالد تسمعني دكتور؟ اي تفضل. انا واضح تسمح لي دكتور عبد المجيد؟ انا بجاوب على ابو خالد لانه هو سال السؤال كان واضح، يمكن عندك الانترنت ضعيف شوي. ابو خالد نعم اتفق معك، هو طبعا الكلام اللي اثرته فيما يخص عدم وجود هذا يتعلق بالمؤشر الاخر اللي يقيس البروسس، واحنا متابعين معهم وقد رفعنا التحدي هذا وراح نتابع معه بإذن الله، ولكن أجزم لك أنه ما راح يأثر، بالعكس المؤشر هذا اللي نقوم فيه لما نعكس انطباع جدي واضح للتجمع عندك بيبحثون هم عن أفضل من يمثل مكافحة العدوى ويحطونه مدير عشان يقدر يتلافى الديفكت الموجود في مكافحة العدوى عنده في المنطقة. نرجع ونأكد يا جماعة البرامج اللي طرحناها لكم من أهم البرامج اللي هي التدريب ممثلا بالبيكسل، عندنا البرامج الاوديت، برامج الاوت بريك، وبرامج ايضا السيرفيلنس. فلذلك كل ما كان الفريق قوي ويقدر يقيم صوره صحيحه ويعكس الواقع في التجمع هم راح يبحثون عن افضل من يمثل التجمع ويحطونه
نظير لكم عشان نقدر نرتقي بخدمات التجمع والوزارة ككل. فلذلك أنا أتفق معك الموضوع مهم وإحنا متابعين بكل الأحوال. شكرا دكتور الله يعطيك العافية. في استفسار ثاني الله يحفظكم فيما يخص المؤشر؟ في الدكتور إبراهيم رافع يده. السلام عليكم، مساك الله بالخير جميعا. سيد أنا. حياك الله دكتور خالد وحياك الله أبو سامي وجميع الأخوان النسق البرنامج في الإدارة العامة. طبعا ما في شك زي ما قال دكتور خالد الموضوع مهم جدا خصوصا مع التحول اللي صار الآن بالوزارة، وأبدا ما نستغني عن دعمكم، وسبق أني تواصلت معك أبو سامي عشان الموضوع ده وما قصرت. إحنا في المنطقة في منطقة عسير لازلنا يعني أعتقد خلال الفترة الجاية ربما عندنا التحول راح يصير في التجمعات. أتمنى بس لو تشاركون لنا الملف هذا على الجروب يا دكتور عبد المجيد عشان نستفيد منه في التأسيس، يعني عشان كمؤشر وبرضو نبدأ من بدري عشان المنشآت الصحية تكون التجمعات، يعني عشان تكون جاهزة لأي للمؤشر يعني ويفهمونه من الآن. الأمور الثانية بصراحة إن شاء الله راح تمشي سموثلي، وإحنا في الإدارة يعني نشوف دعم كامل من المنسقين في البرامج والوزارة نشكرهم، وإن شاء الله إن شاء الله في الأخير إحنا تيم واحد وراح نسير للنجاح بإذن الله. شكرا لكم جميعا. يعطيك العافية أبو سيف. دكتور عبد المجيد تسمح لي؟ السلام عليكم. اوكي تفضل اخويا علي، تفضل رافع ايدك. السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا على هذا الاجتماع الهام. استفسار بسيط كونه نحن في بدايات مرحله التحول ان شاء الله، هل المؤشر سيتم احتسابه على المنطقه بشكل عام ام على كل منشاه، يعني على كل مستشفى داخل المنطقه؟ وشكرا جزيلا. حياك الله، تفضل دكتور. تفضل. تسمح لي، اعتقد دكتورة غادة موجودة معانا اذا عندها اجابة على السؤال هذا. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. طبعا بالنسبة للمؤشر هذا راح يحسب على التجمع الصحي، على مستوى التجمع الصحي. ولكن الادخال لكل منشأة صحيح دكتورة غادة؟ إيه، الإدخال لكل منشأة، لكن هو كرقم راح يحسب لي نسبة أداء التجمع الصحي. في حال إنه كان فيه ضعف أو كذا ممكن نرجع ونشوف الضعف في أي مستشفى بالضبط. صحيح، استكمالاً بس. شكراً جزيلاً، حياك الله أخوي علي. استكمالاً لإجابة الدكتورة غادة، فعلاً هو راح يحسب لكل منشأة according to criteria. بعض أنا أعرف بعض المنشآت ممكن ما يكون لها، ما هي مشاركة مثلاً في السيرفيلنس أو في كرايتيريا محدد للأوت بريك بطريقة أخرى متعلقة بمواصفات خاصة في المختبر أو غيرها. هذه كلها إحنا حاطينها في الحسبان ومحددين كل مستشفى وكيف نطلع المستشفيات اللي ما هي موجودة في الحسبة. إحنا نشتغل الآن على تجويد المؤشر، هو شبه كامل راح نطلع بايلوتينج إن شاء الله 2021 الربع الأخير إن شاء الله راح نشارككم فيه، بالذات المناطق اللي فيها تجمعات. المناطق اللي ما فيها تجمعات غالباً ما راح نشاركها في المؤشر كبيرسنتج، ولكن لا مانع مشاركتهم في الملف هذا مع التوضيح أنه هو أرفس للVRO، والمفروض الملكية الآن للVRO هم اللي يشاركونه، ولكن داخلياً أتمنى أنكم تستخدمونه وتستفيدوا منه، ولكن ليست للتداول يعني على جميع المنشآت أو التجمعات. النقطة هذه مرة مهمة وأتمنى للجميع يأخذها بعين الاعتبار. إحنا فقط يمكن بعض الزملاء إحنا ما سألنا، إحنا وجهنا دعوة للمناطق اللي فيها تجمعات وكان حضورها مهم جدا وأساسي طبعا، وفي بعض المناطق إحنا دعيناها على أساس يكونون جاهزين حقيقة، منها جدة والطائف أعتقد وحفر الباطن والجوف وعسير، أعتقد هي المناطق المقبلة للتجمع. يهمنا جدا ان من البدايه على اساس ما يكونون يعني تو انجيج ذم من البدايه على اساس ما يكون عندهم اي تحديات في المستقبل. ارجع واكد لكم موضوع الحضور كان يعني مهم جدا للجميع، واتمنى ان يعني
عشان ما نعيد نفسنا مرة ثانية ونعيد نفس البرزنتيشن للتجمعات بالذات اللي على وشك الانطلاق للربع الأول أو الربع الثاني من 2022. يعني أرجع وأكد أنا أعتقد انضم لنا بعض الزملاء، موضوع التحول موضوع مرة مهم، والمؤشر هذا مرة مهم كمان بالنسبة لنا، وراح بإذن الله نتعاون جميعا لتحقيق المؤشر هذا ويكون يعكس الواقع الفعلي للتجمعات الصحية أو للمنشآت التابعة للتجمعات الصحية. دكتور عبد المجيد المايك عندك إذا في استفسارات تفضل. اسمح لي أنا عطفا على سؤال أخونا علي الآن، صحيح إذا المؤشر يقيس المنشآت، لو يشوفون الزملاء بس كيف طريقة حساب المؤشر وكيف تطلع الأرقام عشان يطلعون برقم، يعني الموضوع مو موضوع رقم واحد نتكلم عنه المنطقة، تحت الرقم هذا زي ما شفتوا أنتم 30% من طريقة حساب الرقم هذا، تحت أرقام، تحت زيارات مقيمين، أوديت تول قاعد تتحدث، فرق بالمديريات قاعد تطلع. اللي بوصل لكم أنه لازم الرقم هذا إذا نتكلم عن مستقبل التحول مكافحة العدوى يقابله جودة إدخال بيانات، جودة تقييم عالية، عشان بالنهاية نقول والله أرقامنا هذه هي تشخيص الواقع، واقع تحول مكافحة العدوى وأداة تشغيل لها. لذلك جدا مهم أنه مقابل هالأرقام هذه أنه إحنا في المديرية نكون والله فعلا يعني نقدر، نتكلم عن المديرية أنها هي ممثل للوزارة وجزء لا يتجزأ منها، أن نقول والله هذه أرقامنا فعلا راهن على جودتها، جودة المقيمين اللي طلعوا آيكا، جودة الناس اللي حسبوا ووافقوا على صحة تقارير الكومبلاينس ريت وأيضا الأوت بريك والسيرفيلنس والتدريب. لذلك الموضوع هذا اللي إحنا نقدمه كمديرية برضه لازم يكون هو ينعكس على المؤشر ودقته. إذا في استفسار منطقة ثانية دكتور خالد. يعطيك العافية، ما عندي أي إضافة، فقط أؤكد للزملاء هذا إحنا كإدارة GDIBC جميع الليدرز في الإدارة موجودين الآن حاضرين يسمعون الكلام، إحنا بين أياديكم، إحنا دورنا أن ندعمكم، ودوركم أنتم أنكم مكملين لنا في المناطق وجزء لا يتجزأ مننا فنيا، وراح يكون دورنا تقريبا متطابق فقط يكمل بعض. يهمنا جدا التكامل هذا ينعكس على أرض الواقع من ناحية التواصل والدعم ما بيننا. إذا تواجهون أي تحدي مع أي برنامج أنا أول شخص يعني في الإدارة مسؤول عن الشيء هذا، تتواصلوا معنا على طول وإن شاء الله حاضرين للدعم. الله يحفظكم جميعا، شكرا لكم. يعطيك العافية دكتور، شكرا لحضوركم جميعا واهتمامكم، وشكرا لزملائي في صحة مكة اللي استضافوني اليوم بالمديرية، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله في لقاءات مقبلة. شكرا لكم. يعطيكم العافية، شكرا لكم، بارك الله فيكم.